نشرة الأخبار من قناة ليبيا، أهلا ومرحبا بكم. البداية بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا. تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة شفاء. ولجنة الخارجية بمجلس النواب تثمن جهود مكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف وراءها. إلى التفاصيل. أكد رئيس الحكومة عبد الله الثاني على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عجوب في مدينة بنغازي. وخلال الاجتماع اطلع الثاني على الوضع الصحي في البلاد وخطة وزارة الصحة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية والاستعداد لفصل الشتاء والتحصينات اللازمة للإنفلونزا الموسمية. رئيس الحكومة ثمن دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة في التصدي والمواجهة مع الوباء. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. هذا وتماثل للشفاء 334 مصابا وتوفي 6 آخرون. تفاصيل الوضع الوبائي نتابعها في التقرير التالي. عادت ليبيا مجددا لتجاوز حاجز 1000 إصابة يوميا بفيروس كورونا المستجد، فبعد أن كانت الإصابات في خانة المئات طوال الأسابيع الماضية، شهدت البلاد اليوم قفزة كبيرة بتسجيل 1031 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية عقب إجراء فحوصات ل 4108 عينات، في حين تمثل للشفاء 334 مصابا وتوفي 6 آخرون بحسب الإحصائية الأخيرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 38,468 حالة، منها 15,456 حالة نشطة، إلى جانب 600 حالتي وفاة منذ أن تسلل الفيروس إلى ليبيا شهر مارس الماضي. أعلن فريق الرصد والتقصي مصرات أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة أمس داخل البلدية بلغت 32 حالة. وقال الفريق في إيجازه اليومي أن المسحات التي تم سحبها أمس بلغت 131 مسحة، وأن المسحات التي تم تسجيلها داخل المقر بلغت 117 مسحة، أما خارج المقر فقد تم تسجيل 14 مسحة. عقدت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصرات أمس اجتماعا موسعا بمقر صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك لتقييم الوضع الوبائي في المدينة. وحسب اللجنة العليا لإدارة الأزمة ببلدية مصرات، فإن الاجتماع جاء لمناقشة بعض العراقيل وتقييم الوضع الوبائي وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز العزل والمختبر المرجعي وتوفير مقر جديد لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة. أكدت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بعد سحبها لمجموعة من العينات دون تحديد عددها. اللجنة الاستشارية الطبية طبرق في بيانها رقم 57 قالت إنه تم تسجيل 10 حالات شفاء من الفيروس أمس بالمدينة. قال المركز الإعلامي للعزل الصحي بدرنا أن إجمالي الحالات الموجودة في المركز هو حالتان اثنتان. وأضاف المركز في نشرته اليومية لنهار أمس أنه لم يتم تسجيل أي حالة دخول أو شفاء، كما لم يتم تسجيل حالة وفاة. قال مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا بالبيضاء أن عدد المترددين على المركز أمس بلغ 33، منهم 28 من داخل مدينة البيضاء، ما بين مخالطين لحالات موجبة ومسافرين وزائرين للكشف الطبي.
أما من خارج مدينة البيضاء فتم تسجيل 5 مترددين، هذا وأكد المركز عدم تسجيل أي حالة اشتباه أمس. تواصل لجنة الرصد والتقصي لمكافحة فيروس كورونا ببلدية المعمورة عملها في سحب العينات من المواطنين من سكان البلدية والمناطق المجاورة، حيث بلغ عدد العينات التي تم سحبها خلال الأيام الماضية ببلدية المعمورة 650 عينة، جاءت نتائج 27 منها موجبة، في حين تعافت 53 حالة وتوفيت 10 حالات. الفريق طبعا يأخذ في عينات، حيث وصلت العينات إلى تاريخ هذا 650 حالة. الحالات كانت نتيجة كالنحو الآتي: 127 حالة موجبة، 423 حالة سالبة، حالات الشفاء طبعا 53 حالة، والوفيات رحمهم الله 10 حالات. طبعا الفريق يقوم بزيارات ميدانية لأخذ العينات من الحالات المشتبه فيها، والحمد لله الفريق قائم بدوره على أكمل وجه. أقيمت بمركز بنغازي الطبي أمس دورة تدريبية بتنظيم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى رفع تدابير مكافحة العدوى وطريقة جمع العينات وآلية الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى طرق التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والحالات المؤكدة. هذا وتستهدف الدورة أطباء الباطنة وأطباء مكافحة العدوى وعناصر التمريض والعاملين بالمرافق الصحية، حيث تم خلال الدورة تسليط الضوء على طرق مكافحة العدوى بالأقسام والعنايات داخل المركز الطبي، كما تم شرح الإجراءات المتبعة في ارتداء وخلع الملابس الوقائية الشخصية بطريقة صحيحة وتوضيح أماكن ومصادر انتقال العدوى داخل المرافق الصحية. تشهد بلدية بنت بيا تسجيل أعداد إصابات متزايدة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل العدد الإجمالي فيها منذ بدء الجائحة إلى 120 إصابة، توفي منهم 5 أشخاص، وذلك في ظل ما يعانيه مركز العزل في المستشفى القروي من نقص في الإمكانيات والأطباء ووقود الديزل وأجهزة الكشف عن الفيروس. منذ تسجيل فريق الرصد ببلدية بنت بيا لأول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلدية بداية شهر يونيو، والوضع الوبائي يشهد تزايدا متواصل لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والذي وصل لأكثر من 120 إصابة، منها 5 إصابات فارقت الحياة. كانت لنا بداية من منطقة الأبيض، وهي اللي سجلت أول حالة في منطقة الأبيض، ومنها انطلقنا إلى تحاليل المخالطين، وظهرت في باقي المناطق بعض الحالات وتتبعناها، منها التناحمة والبجيج وبنت بيا، وكل المناطق البلدية أصبحت المرض ينتشر من منطقة إلى أخرى. مركز العزل الذي أقيم بالمستشفى القروي بنت بيا ليكون مركزا للعزل الصحي لجائحة كورونا لبلدية وادي الأجال الثلاث، بنت بيا والغريفة وأباري، والذي استقبل أكثر من 7 حالات يعاني نقص في الأطقم الطبية والإمكانيات، فلا يوجد به حاليا إلا طبيبان، في حين غادر الأطباء الذين تعاقدت معهم وزارة الصحة للعمل بالمركز بعد انتهاء عقدهم. تواجهنا كثير من الإشكاليات صحيح، ومن أهم الإشكاليات اللي تواجهنا اللي هي وسائل النقل. مناطق البلدية باعتبارها متباعدة حوالي 100 كيلو ما بين المناطق، من أول منطقة إلى آخر منطقة حدود 100 كيلو. كانت تواجهنا كثير من الإشكاليات في التحاليل الطبية الروتينية لمتابعة الأحوال المريض اللي هي عملية الفلترة. كما أن فريق الرصد بالبلدية يعاني هو الآخر من نقص الإمكانيات، فالفريق يتكون من 4 متطوعين يعملون في ظروف نقص الوقود والإمكانيات في بلدية يمتد نطاقها الجغرافي ل 100 كيلومتر وتعدادها السكاني نحو 35 ألف نسمة، بالإضافة لحاجتهم لوجود جهاز البي سي آر بالمختبر الخاص بالفريق. تم تعاقد مع الأطباء من بلدية طرابلس وبارك الله فيهم لمدة شهر، وحاليا تم بعد وقوف العقد تم السفر
وحاليا لا يوجد أطباء إلا الأطباء المتطوعين القريبين من مركز العزل. بالرغم من كل البرامج التي وضعتها البلدية ومؤسسات المجتمع المدني هنا للتوعية من هذا الفيروس والتي شملت الدورات وورش العمل، إلا أن الأوضاع الأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها سكان الوادي عموما والبلدية خصوصا من نقص وشح في السيولة والمحروقات عوامل تسهم في ازدياد حالات الإصابة بكورونا. كشف مستشفى نالوت المركزي عن تركيب جهاز رنين مغناطيسي بعد إتمام إجراءات التعاقد والتنفيذ والمناولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط. هذا وأشادت إدارة المستشفى بجهود المؤسسة الوطنية للنفط والتزامها تجاه مناطق مرور خطوط الغاز وحقول النفط. نظمت أمس بمركز الرعاية الصحية زلة وقفة احتجاجية شارك فيها العاملون بالمركز وطالبوا من خلالها بتوفير أطباء ومعدات طبية، كما أغلق المحتجون المركز مطالبين الحكومات الليبية بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المرضى. نحن العاملين بمركز الرعاية الصحية زلة نقف احتجاجا على ما آل إليه مركز من تردي وضعه، وذلك لعدم وجود أي طبيب وكذلك لعدم وجود بوحدة غسيل الكلى، والأمر الذي أدى إلى إغلاق المركز منذ أكثر من أسبوعين عليه. فإننا نناشد كل من المسؤولين في الدولة الليبية لتحمل مسؤولياتهم عن ما ينتج عن إغلاق المركز وتزيد من معاناة أهالي المنطقة زيادة على معاناتهم المختلفة من نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتهالك الطريق العام من زلة إلى هون. بدأت الجولات التفتيشية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب الجفارة للصيدليات والمصحات والمختبرات داخل بلديات المنطقة، بالإضافة إلى استهدافها لمصحة وصيدلية بلدية الزهراء، وتم تسجيل بعض المخالفات فيها والمتمثلة بعدم وجود سجل للأعصاب وعدم تطابق طريقة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية مع معايير الاشتراطات الصحية. هذا وتم اتخاذ الإجراءات الضبطية حيال المخالفات، بالإضافة إلى إعطاء إنذار بالإغلاق، وستجرى زيارة أخرى للمصحة في مدة لا تتجاوز 10 أيام للتأكد من عدم ارتكاب أي تجاوزات. كشف رئيس لجنة اللحوم بالرقابة الداخلية في طرابلس دوكالي القنطري عن سوء التخزين والحفظ والتبريد للأسماك في بعض المحال، ما قد يسبب كارثة غذائية. وأوضح القنطري بعض السلوكيات الخاطئة المتبعة في حفظ وإعادة تجميد الأسماك التي تتسبب في حدوث ظاهرة التقاطر وتغير لون الأسماك، ما يؤدي لانبعاث روائح كريهة منها، ناهيك عن عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. نتيجة حفظة مش مغلفة كويس، ونتيجة حرقة التبريد بتبدأ بالطريقة هذه يتغير لونها. وفي حاجة تانية، طول فترة التجميد شنو يدير؟ يصير تفاعل ذاتي للإنزيمات متاع اللحم نفسها. شنو يصير التفاعل الذاتي؟ تفرز إنزيمات اللي هي تحلل الدهون، تبدأ رايحتها مرات رايحة نفاذة ورايحة ما هيش مظبوطة واضحة، ولما نفك على التجميد نشمها أكثر منك القوام تاع لأنها تلج من داخل ومن برا، لما نقول لها هيك يتفترش ويتكسر. معناها شن صاير فيه تذبذب في درجات الحفظ ما هيش مظبوطة. أقيمت أمس بمدينة غدامس احتفالية بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الليبي. تم في الاحتفالية تطبيق سيناريوهات تدريبية للمتطوعين حول الإسعافات الأولية في الحروق والحوادث والتعامل مع الجثث. ويعتبر الهلال الأحمر الليبي من أهم الجهات التي أسهمت في العمل التطوعي وخاصة في فترات الحروب والسلم. نحتفل بذكرى 63 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي، وتقدم بأجمل تهاني إلى الأمانة العامة والعاملين بها ولجميع المتطوعين والمتطوعات والشبيبة بالفروع. بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، يسرنا أن نتقدم جزيل الشكر للمجهودات التي
تبدلها جمعيات الهلال الأحمر على مستوى الدولة الليبية وعلى مستوى فرع دامس خاصة. تتواصل في كلية الهندسة النفطية في جامعة الجفرة بزلة امتحانات إتمام العام الجامعي والتي تقام بمختلف الأقسام، ويشارك فيها أكثر من 112 طالبا وطالبة على فترتين صباحية ومسائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا. طبعا الآن احنا بصدد إجراء امتحانات استكمال أو إقفال فصلية 2019، السنة الدراسية 2019. بدينا في الامتحانات من بد أمس يوم 14 واللي تستمر إن شاء الله إلى يوم 22/10، لأننا مقبلين على الامتحانات الثانوية العامة أيضا واللي إحنا مكلفين بالإشراف عليها. بسم الله، إحنا اللجنة المكلفة من مركز صحي زلة، يعني قائمين في كلية الهندسة للمحافظة على التعقيم وقياس الحرارة وإعطاء الكمامات، واليوم التالي ولم نسجل أي حالة اشتباه أو إصابة. أكد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز أن قيادة المركبات دون مستندات ولوحات تعد مخالفة للقانون ولوائح المرور، موضحا أن سير أي مركبة في الطريق العام يجب أن يكون وفقا للضوابط القانونية والمرورية. وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع المركبات الآلية التي سجلت عليها مخالفات مرورية، وأن بعض المركبات التي يشتبه في ارتكاب أصحابها جرائم سيتم تسليمها للجهات الصادرة عنها ذلك التعميم وفق محضر تسليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العجوري بالجهود المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف وراءها، مؤكدا على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير القانونيين، ومثمنا دور الأجهزة الأمنية في محاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة. وقال رئيس لجنة الخارجية إن ملف الاتجار بالبشر يعد من ضمن أولويات مجلس النواب، وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. وزارة المالية بالحكومة الليبية تختتم مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي القادم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثاني أمس على خطة عمل مصلحة التخطيط العمراني، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المصلحة عبد الحكيم السلطني. الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي استعرضت خلاله ملاحظات للمصلحة على المشاريع المستهدفة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى احتياجات المصلحة وأبرز المشاكل التي تواجهها
وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثاني أمس على خطة استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر. الاجتماع تم خلاله استعراض الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء، حيث أكد رئيس الهيئة الجاهزية التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة. هذا ووجه رئيس الحكومة عبد الله الثاني أمس تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض درسي. وأكد الثاني على ضرورة الإسراع في دراسة العروض المقدمة من الشركات المعنية بخصوص صيانة المحطة وإحالتها إلى لجنة استقرار مدينة درنة، وذلك لعدم توفر التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا المشروع سيزيد من إنتاج المحطة، ما سيخفف العبء عن المواطنين ويرفع المعاناة عنهم. اختتمت اللجنة المعنية بمناقشة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط في مدينة البيضاء أمس أعمال مناقشة الميزانية التقديرية لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة للعام المالي 2021. ووفق الوزارة فإن مشروع الميزانية المقترح ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء، وبعد دراسته سيحال إلى مجلس النواب، مشيدة بمشاركة كل الجهات التابعة للحكومة الليبية والتي بلغ عددها 215 جهة، حيث تمت هذه المناقشة بالربط الإلكتروني من خلال المنصة الرئيسية بوزارة المالية في الحكومة الليبية. اختتمت اليوم أعمال مناقشة الميزانية للجهات التابعة للحكومة الليبية، وكان آخرها ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد. كانت المشاركة إيجابية لهذه الجهات التابعة للمراقبات المالية، وكانت تجربة رائدة وجديدة، حيث كانت المشاركة عن طريق بوابة إلكترونية عن طريق الإنترنت وإدخال جميع هذه البيانات إلكترونيا، حيث تسهل التواصل وإدخال البيانات والوصول إلى نتائج بأسرع وقت وبأقل تكلفة، حيث رأينا عملية التخالط الاختلاط اللي هو بين الاختلاط للمحافظة على الصحة العامة بناء على تعليمات رئاسة الوزراء بذلك، وقد وفقنا الله في المناقشة بشكل علمي وتنفيذا لصحيح القانون المالي للدولة ولائحته التنفيذية. عقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف التجاري الوطني برئاسة محافظ مصرف في ليبيا المركزي علي الحبري، وبحضور بعض المسؤولين في مقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء. وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من عام 2011 إلى عام 2018، كما تم التباحث في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاطه وحساباته، إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية منذ الفترة المذكورة. تم انعقاد الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني، الجمعية العمومية العادية والغير عادية، بانطلاق الساعة 10 تماما افتتح السيد المحافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع الجمعية العمومية، مرحبا فيها بالحضور المشاركين اللي هم يمثلوا ملاك المصرف التجاري الوطني، مصرف ليبيا المركزي بنسبة 74%، الضمان الاجتماعي بنسبة 7.4، صندوق الإنماء بنسبة 5% من رأس مال المصرف، بالإضافة إلى بعض الشركات الأخرى.
اجتمعت الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الخليج العربي عبر الدوائر المغلقة مع مدينة بنغازي بهدف مناقشة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بالمصافي، بالإضافة إلى دراسة نشاطات وعمليات مصفتي طبرق وسرير. هذا وتم التطرق أيضا إلى المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2021. أعلنت شركة البريغا لتسويق النفط استكمال عمليات تفريغ شحنات من المشتقات النفطية بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار ببنغازي، والتي تمثلت في ناقلة الـ LBG التي أنهت عمليات تفريغ 6414 مترا مكعبا من منتج غاز الطهي، بالإضافة إلى ناقلة غاز إكسبلورر والتي كان في جعبتها أكثر من 400 ألف لتر من وقود البنزين، وأيضا السفينة سو جوليا التي أفرغت نحو 300 ألف لتر من وقود الديزل. قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أمس بمقابلة رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق السور، وذلك في إطار متابعة الإجراءات المتخذة فيما يخص التحقيقات الجارية بالمواضيع المتعلقة بالشركة. هذا وأكد الجميع على احترام سيادة القانون وتنفيذ جميع الإجراءات بالطرق القانونية المعمول بها. أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة مجموعة أسلاك بطول 600 متر على خط القرية بدائرة شمال العزيزية، وأسلاك أخرى للضغط العالي بطول 750 مترا من فرعية الخنفار بدائرة توزيع سواني، وذلك من قبل مجموعة خارجة عن القانون فجر اليوم. تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من منازل المواطنين وبعض المزارع والمصانع والجهات الخاصة والعاملة، ناهيك عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالشركة العامة للكهرباء. في أجواء روحانية أقيمت أمسية دينية في نادي الطفل الرياضي الثقافي الاجتماعي السياحي بمدينة درج، تخللتها تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الخطب والأدعية، بالإضافة إلى مسابقة في الخطابة وحفظ القرآن الكريم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في ظل الوباء المتفشي والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، جاءت المبادرة الدينية من قبل نادي الطفل الرياضي الثقافي الاجتماعي تقربا من الله عز وجل لرفع الوباء من جهة، وصقلا للمواهب والقدرات لفئة الأطفال من جهة أخرى. إذ أقام منتسبو النادي في مدينة درج أمسية دينية داخل خيمة تراثية جهزتها إدارة النادي خصيصا لهذا البرنامج، وتنوعت فقرات الأمسية ما بين قراءة آيات من القرآن الكريم وتقديم عدد من الخطب والأدعية الدينية. الأمسية استهدفت نخبة من الأطفال من منتسبي النادي، والذين تم تدريبهم وتهيئتهم لمدة أسبوعين متواصلين من مشايخ المدينة على تلاوة القرآن بالأحكام والإلقاء والخطابة وغيرها من أساسيات الشجاعة الأدبية. كما وحضر هذه الأمسية أولياء أمور المشتركين وعدد من الضيوف الذين أعربوا عن مدى امتنانهم بهذه المبادرة، وأشادوا بالدور المهم الذي يقوم به نادي الطفل في صقل وتنمية مواهب الأطفال في ترتيل القرآن الكريم، بالإضافة إلى تمكينهم من الخطابة والإلقاء. حوالي أسبوع أو أسبوعين رأينا نتائج يعني باهرة ومشجعة، أطفال لأول مرة يقوموا بهذه البرامج وبهذه الخطب وبهذه الأدعية بهذه الإلقاءات، وكانوا في يعني مستوى غير متوقع ما لاحظناه. هذا يرجع إلى الجد والجدية، سواء كان من نادي الطفل ومن جد على ديهم. نشكر رئيس النادي ومدير النادي وزملائنا اللي قاموا على هذا البرنامج. طبعا ابني اسلام محمد محمود اليوم قام بخطبه كانت في متناول الجميع، وبصراحه انا ما كنتش متوقع انه بالاداء هذا وبالكيفيه هذه، يعني وكانها يمارس في خطبه في منبر لمده سنين، يعني بصراحه ما كنتش متوقع بالكيفيه هذه وبالاداء هذا. ايضا حتى في التلاوه كان يقرا في الزاويه
طبعا وقاعد يقرا، ولكن ما توقعتش انه تعدل وتحسن المستوى هذا، وهذا كله بفضل النادي الطفل الرياضي الاجتماعي الثقافي. هذه الأمسية تأتي ضمن نشاطات نادي الطفل الدورية، والتي تهدف إلى تنمية النشئ واكتشاف مواهبهم وصقلها ليتم الاعتماد عليهم مستقبلا في شتى الميادين. ودعت ليبيا اليوم أحد أبرز شخصياتها، الشاعر والمخرج واللاعب السابق فرج المدبل. توفي المدبل بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، دخل على إثره المستشفى قبل أن يتوفاه الأجل. بعض من سيرة الراحل نتابعها في التقرير التالي. الحزن في عيوني غيوم تسيل، لا صبر راود لا تقصر ليل. غيب الموت صباح اليوم شخصية ليبية معطاءة قدمت لليبيا الكثير. فرج المدبل في ذمة الله بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد. فرج المدبل الذي توقفت حياته عند 76 عاما كان شاعرا غنائيا ومخرجا إذاعيا ولاعبا لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي. ولد الراحل بمدينة درنا عام 1944، وبدأ حياته كلاعب لكرة القدم في أشبال نادي النجمة والفريق الأول بالنادي الأهلي حتى وصل إلى المنتخب الوطني. خطف الشعر فرج المدبل من ملاعب كرة القدم، فأصبح شاعرا غنائيا من أهم وأبرز الشعراء الليبيين، وكتب كلمات لأكثر من 400 أغنية أبرزها هز الشوق التي تغنى بها الفنان عادل عبد المجيد. عمل المدبل في السلك الإذاعي بالإذاعة الليبية في الثمانينيات لمدة من الزمن، ثم تفرغ للتأليف الغنائي، كما عمل في الإذاعة الليبية كمخرج ومعد للبرامج. فقدت ليبيا اليوم رجلا قدم لها الكثير في مجالات شتى. رحم الله فرج المدبل وأدخله فسيح جناته. من هذا الخبر مشاهدينا نذهب إلى أسعار العملات وسعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. لم يبقى مشاهدينا إلا التذكير بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة الأخذ بتوصية منظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا. تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 حالة شفاء. لجنة الخارجية بمجلس النواب تثمن جهود مكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف وراءها. شكرا لكم دائما على المتابعة، إلى اللقاء.